لمسات قصيرة ليكيون هو يعود للخلف راس الحربة الكوري يعود الابتعاد عن الرقابة يستلم كرة خطيرة في الناحية اليسرى فيها عرضية وفرصة كبيرة داخل منطقة الجزاء هدف أول تصويب بس خلق بديل اضطراري عن كي سونغ في الشوط الأول عرضية من أول ركنية خطيرة لصالح المنتخب اللبناني أول ركنية في هذا اللقاء يحصل عليها منتخب لبنان مع انطلاقة الشوط الثاني لكن الحذر من هذه المرتدات من الثغرات والمساحات انطلاقة خطيرة فيها فرصة كبيرة تأتي بالهدف الثاني كرات سريعة فيها خطورة بالتأكيد اللي دوغ من جديد عرضية داخل منطقة الجزاء والرأسية كانت من جنب رامي سيوب وهنا خطأ فادح يكلف الهدف الثاني.